نور، احتضنت الجزائر العاصمة فعاليات المهرجان الثقافي للموسيقى الكلاسيكية بدورته التاسعة بمشاركة سورية للأوركسترا السيمفونية السورية يلي قدمت 5 مقطوعات. أريج هالمقطوعات تنوعت بين الموسيقى الكلاسيكية والموشحات وقطعة روسية، بالإضافة لأغاني جزائرية ألهبت مشاعر الجمهور اللي وقف محي الفرقة وهاتفا باسم سوريا. قدمت إدارة المهرجان للأوركسترا السيمفونية السورية درعا تكريميا. الحديث أكثر عن هي المهرجان والمشاركة فيه معنا بالاستديو صباحنا غير المايسترو ميساك قائد الفرقة السيمفونية. يسعد صباحك. صباحك وألف مبروك التكريم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك مايسترو. مايسترو، خبرنا كيف كانت مشاركتكم بالمهرجان، وخاصة أنه من المعتاد أنه هي مو أول مشاركة لكم، دائما عم تكونوا حاضرين بهالمهرجان. هلا هي مو اول مشاركه مثل ما تفضلتي حضرتك، بس كانت يمكن اصعب مشاركه. ليه؟ اصعب مشاركه لانه صدفت انه دعونا لنشارك بالمهرجان بختام المهرجان. حفله كانت ب 18 تشرين اول. نحن كنا مبرمجين حفله بسوريا ب 17 10 مع الاستاذ نوري الحيباني، فبالتالي اعضاء الفرقه خلصوا الحفله مساء بدار الاوبرا، وبالليل مشينا باتجاه الجزائر عن طريق مطار بيروت. فوصلنا 12 الظهر نحن على الجزائر، رحنا على المسرح عملنا بروفتنا، بعدين رجعنا ارتحنا ساعة وقدمنا الحفل. فكان عن جد سفرة ماراثونية وتعب، يعني إرهاق، ومع ذلك كانت الحفلة. والفكرة الأهم أنه المشاركة كانت مع كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى، والكورال الحجرة يعني بيغني، والغناء له علاقة بالجسم طبعا، بده راحة وبده، فأي تعب بالجسم بيؤدي انه يتأثر الغناء فرضا. ولكن شباب الكورال عن جد يعني تحيه كثير كبيره لهم. انا بقول كانوا ابطال، لانه بالرغم من التعب هذا اللي قضيناه 14 ساعه سفر، وقفوا على المسرح وقدموا البرنامج باداء عالي كثير، بروح عاليه وبطاقه ايجابيه. تخيلي انه مسرح كثير كبير، مسرح الاوبرا بالجزائر اكبر من مسرحنا، وبيسع حوالي 1500 1600 شخص. فنحن 12 شخص على المسرح، 12 شخص وزعوا طاقة ل 1500 شخص. حلو. فهي شغلة كثير حلوة انه كيف بنقدر نحن نتجاوز كل الصعوبات يلي حوالينا اللوجستية، وحتى الصعوبات النفسية تبعنا، النفسية والجسدية تمام والجسدية، ونقدر نقدم الموسيقى ونغني. نحن يمكن متعودين انه نكون ضمن ضغوطات نفسية ونبدع ويكون في شيء جميل دائما هيك، يعني رغم كل الظروف. تحس 7 سنوات الحرب علمتنا كيف نحن نتجاوز كل الصعوبات وكل التحديات وصعوبات النفسية خاصة، ونقدر نكون على المسرح احترافيين قدرانين نوصل رسالتنا، قدرانين نأدي بمستوى فني لائق الرسالة تبعنا. وهذا اللي بدي أسألك عنه مايسترو، يمكن مو تحيز للسوري رغم كل ظروف الحرب اللي عايشينها، ومثل ما قلت ظروف استثنائية نفسية جسدية معنوية عم نتعرض إلى كل يوم، بهي الروح بتروحوا على الجزائر في هي الظروف وفعلا تعملوا حفل. حكت عنه الصحف لما نقول انه في مشاركه من سوريا، والحفلات والفعاليات والنشاطات والمشاركات بالعالم العربي ان كان وبالعالم ما توقفنا. ففعلا تحيه لكم، تحيه لكل الفرقه السيمفونيه، لكل الشباب اللي كانوا معكم، للكورال. نحن دائما بنكون فخورين، يمكن ببرنامج صباحنا غير دائما بنسلط الضوء على هي النشاطات لنقول انه رغم كل شيء عم نعيشه نحن موجودين. يعني في عنا موسيقى بنغني، في عنا حفلات بنروح على شغلنا الصبح ونحن عم نضحك. يعني تماما. هلا يمكن مشاركتنا اثناء الحرب، اثناء الازمه اللي عم نعيشها، صار لها معنى ثاني. بالاول كنا نروح مثل كل الدول مرتاحين مبسوطين رايحين نقدم حفله موسيقيه. باللحظه اللي بتعيشي حاله من الحصار الدولي، بتشوفي الناس عم تحكي عن بلدك بشكل مسيء بوسائل الاعلام الاوروبيه والاجنبيه، وإلك فرصة أنه تظهري على مسرح موجود عليه كل الإعلام تبع هالدول نفسهم الأوروبية، ويكون علم السوري موجود بيناتهم، هي لحظة فخر. هذا الجواب تبعنا، كيف بنجاوب نحن لكل شيء عم بيعملوا ضدنا بفننا بالموسيقى بأدائنا العالي بوجودنا على المسرح. فأنا بشكر كمان إدارة المهرجان يلي بالرغم من كل الصعوبات قدرت خلال سنوات الحرب تدعم وجودنا بكل معنى. يعني نحن سفرنا كان بطاقات السفر مأمنة من إدارة المهرجان، إقامتنا كل مصاريفنا كانت بعكس مغطاة. يمكن يعني دول أخرى، يعني الفيزا ما بتعطيك وبتتعركس معك الأمور، ترغب أنه تكون موجودة وبتحط
احيانا يعني هي بتدعم الفرق تبعها لتكون موجوده لترفع العلم. تماما. نحن الحمد لله العلاقه المنيحه مع اداره المهرجان جزائر نتيجه سمعه سوريا العاليه كثير بالجزائر ومحبتهم النا خلت انه خلال سنوات الحرب هن يكونوا اكبر داعمين النا لنكون موجودين بهذا المكان ولحتى تظهر سوريا دائما بفنا. كورال الحجره يمكن هي ثالث حفله بنقدمها، كل مره عم نلاقي تفاعل اكثر، وبصراحه بقول لك يعني كل سنه بنخلص الحفل بنفكر شو بدنا نعمل السنه الجايه، لانه هي كمان تحدي كبير انه ما تعيدي حالك، ما تعيدي نفسك وتقدمي شيء مختلف. يعني مره نحن شاركنا مع فرقه الوتريات، مره شاركنا مع فرقه النفخيات من فرقه السيمفونيه الوطنيه، مره عملنا كورال مع مجموعه الات دائما بتسعوا انه تقدموا شيء جديد، فدائما نقدم شيء مختلف لانه هي رساله انه نحن ما عندنا شيء واحد عم نقدمه. نحن في عندنا اشخاص، في عندنا كتل، في عندنا موسيقيين، في عندنا تشكيلات مختلفه عم تشتغل وعم تقدم هذا الشيء بسوريا وبرا سوريا كمان. فبالتالي وجودنا مهم كثير. الشيء اللي صار تفاعل الجمهور كان نحن مو متخيلينه تماما. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء يمكن مايسترو انه ما لحقتوا ترصدوا يمكن نتائج حفلكم بالايام، لانه قعدتوا 24 ساعه فقط. صح. بالجزائر. صح. لكن قلت لي انه يعني اخذتوا الصدى من على الفيسبوك من الصحف يلي كتبت. نشرت وكتبت تفاعل الجمهور الجزائري قديش كان عبر هالمهرجان وعبر حضوركم للمهرجان. يعني اول شيء بالمسرح وتلاقي جمهور كله 1500 شخص وقف عم يهتف لسوريا، هي لحظة فخر كثير كبيرة. بعدين الجرائد كيف عم تكتب عن مشاركتنا، حتى الجرائد العربية اللي مو من الجزائر عم تكتب. واكثر شيء انبسطت بصراحة بقول لكم، يعني هي مو لاني بالاخبارية، وشفت مراسل الاخبارية واقف بالمايك عم يعمل نحن عم نشوف مقتطفات من الحفل، عم نشوف على الشاشة مقتطفات من الحفل. هي انه تشوف الاخبارية موجودة بهذا المكان، ويعني صحيح الميادين عملت تقرير، بس بالنسبة لي التقرير الاخبارية هو التقرير الاهم، لانه هيك حسيت ريحه بلدي موجوده هون، واعلامنا الوطني عم بيتابع هذا الشيء، فهذا الشيء كثير مهم بالنسبه لنا كمان. طيب ماسترو، خلينا نحكي يمكن هيدا المهرجان الاول الذي يقام في الجزائر للموسيقى السيمفونيه، خلينا نحكي عن اهميه اقامه هيدا المهرجان وقديش يمكن الاختلاف يمكن بين الثقافات يمكن بتكون تحدي لكم لتقدموا شيء مختلف. يعني مثل ما بنعرف الجزائر المغرب العربي نوعا ما في نفس اجنبي بتحس بالموسيقى، هون كيف بيكون الاختلاف؟ هلا انا حاولت حلل ليش الجزائر عملت المهرجان موسيقى سيمفونيه بال 2009. طبعا في اهداف مثل ما كنا بنعرف باي مهرجان، انه تكون فرصه تلاقي، انه تكون فرصه لحتى الفرق تحتك مع بعض البعض وتقدم المنتج تبعه. ولكن الهدف الاهم اللي بحسه هو جزائر عاشت حرب مثلنا، بيقولوا عشريه سوداء بالنسبه لهم. فجزائر كانت عم تخرج من الحاله هي وحبت تثبت للعالم انه قديش هي قدرانه بالرغم من الحرب هي اللي عاشتها انه تنظم مهرجان دولي وتورجي قديش الشعب الجزائري قدران يستوعب هذا النوع من الموسيقى. فبالتالي وجود مهرجان دولي كل سنه عم بيكون، يعني اقل سنه يمكن 14 دوله لعم نصل ل 21 دوله عم بيكونوا موجودين بهذا المهرجان على ارض بلد قامت من الحرب. فبالتالي هي رساله كثير مهمه. وهون بتحس في تشابه نوعا ما، يعني نحن عم نتعرض لحاله حرب. صراحه بحس بالغيره انه الجزائر الدوله اللي كانت عايشه الازمه والحرب قدرت تنظم مهرجان دولي، ونحن لهلا ما في خطط جديه لحتى نورجي للعالم انه نحن ان شاء الله قريبا. يعني عملنا المعرض دمشق الدولي، بدنا شيء للموسيقى، بدنا مهرجان للموسيقى، بدنا نرجع مهرجان دمشق، يكون في عندنا ليالي دمشق للموسيقى. كثير عالم عم بيطالبوا بهيك مهرجانات، كثير من العالم عم بيطالبوا بهيك تماماً مهرجانات. تماما، لانه المهرجان دليل انه نحن واقفين على رجلينا وعندنا الكوادر وعندنا البنى التحتيه اللي قدران تستوعب هذا الشيء، وعندنا موسيقيين كمان. يعني مو بس هيك، نحن فينا نجاري الموسيقيين العالميين بالموسيقيين السوريين الموجودين. صحيح. اللي ضلوا بالبلد وضلوا في عندنا موسيقيين بيشاركوا بمهرجانات عربيه وعالميه عم نستضيفهم بصباحنا غير، يعني الموسيقي السوري اليوم نحن ما نعطيهم فرصه يظهروا ضمن بلدهم ببلدهم. يعني ابسط شغله كورال الحجره، اذا بدنا نحكي شاركنا بمهرجان الجزائر لازم نعمل حفله بسوريا هلا، وعم نطالب انه نعمل حفله بسوريا، فان شاء الله يتامن الدعم لحتى نقدر نحن نعمل حفله بسوريا. يعني معقول يعني يكون بالجزائر نعمل حفله بسوريا ما نقدر نعمل حفله؟ فان شاء الله يعني هالامور نقدر نتجاوزها، لانه جمهورنا بحاجه لهذا الشيء كمان، ومن حقه يشوف الفرق اللي عم تشارك برا
يشوف على المسارح الوطن عم تقدم الموسيقى والحفلات تبعها. لكن مايسترو يعني اكيد مثل ما بيقولوا انه الموسيقى لها لغه عالميه، اليوم كسوري وقت يطلع ويشارك برا بعبر مهرجانات عربيه وايضا عالميه، قديش اليوم في مسؤوليه زادت عليه؟ هو مو بس عم يقدم فن، هو عم يقدم بلده اللي تعافت، بلده اللي رجعت، بلده اللي كانت مستمره رغم كل شيء مثل ما ذكرت نور، مستمره بتقديم ثقافتها للعالم. اليوم قديش حسيتوا في رسالة كانت كتير كبيرة حابين تحملوها إن كان بالجزائر أو بمشاركات أخرى لألكون؟ هلأ نحن وقت نكون على المسرح وقت الأجانب يشوفوا فرضا فرقة سيمفونية الوطنية أو يشوفوا قراءة الحجرة، هدول الفرق ما بيولدوا بيوم واحد وما بيستمروا بانقطاعات. يعني ما فينا نحن نعمل تدريب اليوم وبعد شهرين نعمل تدريب وبعد ثلاثة شهور نعمل تدريب وصار اسمها فرقة. أي فرقة احترافية أكاديمية هي نتيجة عمل طويل من التحضير للكوادر أول شيء، وتحضير ليصير في عمل جماعي. فبالتالي وقت الأجانب يشوف فرقة موجودة على المسرح عم تأدي بمستوى عالمي أو بمستوى فني عالي، فبالحالة هنا رح يفهموا أنه هدول الأشخاص في عندهم بنى تحتية عم بتساعدهم لهذا العمل، في عندهم معاهد مستمره بالعمل لتزودهم بالكوادر، مدربين. في عندهم مؤسسات محتضنه هي الفرقه عم تصرف عليها، عم تعطيها الدعم لحتى تستمر. وفي اشخاص فهمانين شو اهميه الموسيقى الكلاسيكيه اللي عم بيقدموها. فهي كثير رسائل، مو رساله واحده. تماما. فبالتالي اي ظهور لعمل جماعي بلغه عالميه هي كثير مهمه، لانه هن اوكي فرقه تراث، كل الدول عندها تراثها وممكن اي مكان نلاقي. بس نحن فرضا قراء الحجرة طلعنا غنينا لبرامز مؤلف ألماني، قدمنا له عمل، بعدين قدمنا موسيقى كلاسيكية عربية، قدمنا موشحات، بعدين انتقلنا لشيء ثاني، صرنا نقدم أغاني الناس بتعرفها، غنية روسية، غنية سورية، غنية جزائرية. نحن تنوع موسيقي كبير، يعني كل قطعة هي رسالة. معناتها عندنا نحن موسيقى كلاسيكية عالمية بنقدمها، موسيقى كلاسيكية العربية بنعرفها، ثقافة الشعوب أغانيهم الشعبية نحن بنعرفها. فبالتالي هي كل مقطوعة منا بنقدمها هي رسالة موجهة لأشخاص تماما، إنه نحن عرفانين شو عم نعمل ونحن عنا القدرة إنه نعمل هذا الشيء. هذا الشيء جسدته بالجزائر أكيد. فهذا كان مو بس بالجزائر، بأي حفلة بنقدمها خارج سوريا الخيارات والاختيارات للمقطوعات هي موجهة وهي مدروسة لحتى تكون تقدم الرسائل. هاي نقطة كتير مهمة يمكن مايسترو. كمان بدي أرجع للظروف اللي عم نعيشها، لأنه لما تقول نحن اليوم في عنا تنوع موسيقي كبير، في ثقافات مختلفة موسيقية عم تقدموها كفرقة، نوعا ما أنت بتطرح للعالم الغربي اللي هو آخذ فكرة عنك كعالم عربي أنه أنت بإطار محدد، أنت هي الرسالة أقوى اللي عم تأدوها كفرقة. لما أقول أنا العالم العربي لا، في تنوع بضاهي يمكن الدول العالمية، هي نقطة كتير مهمة يمكن. طبعاً. رسالة كتير قوية لما نقول اليوم أنه العالم العربي هو عالم متزمت وهو في إرهاب وهو لا، اليوم من خلال مقطوعة واحدة أنت عم تأديها لأكثر من فنان عم تقول أنه نحن موجودين وفينا نحكي بلغة موسيقية مع كل الشعوب وجميع الثقافات فيها نخاطبها. هلا أنا بتذكر بال 2004 قلت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية رحت على الجزائر، عفوا على إيطاليا، عملنا جولة. واحدة من الصحف كتبت شلون بتقولوا عن سوريا بلد إرهاب وهي عندها فرقة سيمفونية وطنية؟ يعني في هذا المراسل هل يعقل انه عم بيتسألوا طب انتوا وسائل الإعلام عم بتسوقوا سوريا كبلد محتضنة للإرهاب وهي عم بتصدر الإرهاب للعالم، طب شلون الدولة هاي عندها هيك فرقة سيمفونية؟ فبالتالي للأسف في أطر نحن عم نغلق حالنا فيها، في أطر عم بيساعدونا هنن لحتى نغلق حالنا تقصيرنا صح. نحن عنا موسيقى تراثية، موسيقى شعبية كتير مهمة، ولكن بنفس الوقت عنا الموسيقى الأكاديمية والموسيقى الكلاسيكية تخاطب الشعوب والعالم، فنحن بنحكي بلغتهم، هن اللي ما عم بيحكوا بلغتنا. فهي نحن لازم نحطها على عينهم مثل ما بيقولوا، نقول لهم نحن بنعرف نحكي مثلكم ألماني إيطالي أي لغة أي موسيقى فيها، خلونا يغنوا عربي هنن، خلونا يقدموا شيء من موسيقتنا نحن ما بيقدروا عليها لأنه ما بيعرفونا. يمكن حق علينا شوي بس حق عليهم كمان. يعني نحن ما بنعرف نسوق حالنا، ما عندنا وسائل نكون موجودين بكل وسائل الاعلام حتى على الانترنت يعني، وهن قدرانين يستغلوا وسائل الاعلام لحتى ينشروا يسوقوا لحالهم. فانا بتخيل هلا بلشنا فيه نحن، وفي صار في عندنا شباب كثير عم بيعملوا ترويج منيح على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى اليوتيوب، عم يستغلوا اغنيه اليوتيوب ليقدموا شيء اللي عندنا اياه او الفرق السوريه قدموها.
بس هذا لحاله ما يكفي. لكن بيبقى سوريا وين ما تواجد عم يرفع اسم بلده بالعالي وعم يعكس ثقافة بلده وحضارته واستمراره بالحياة، وهذا الشيء جسدتوه انتو مايسترو مؤخرا بالجزائر. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله دايما حفلات ناجحة وتاخذ صدى مثل ما احنا متعودين عليكم. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. بالعكس، شكرا لكم، شكرا للاستضافة، عن جد شكرا للإخبارية اللي كانت موجودة معنا بالجزائر. نتشكرك مايسترو، بدنا نوجه التحية لكل المشاركين معك بالحفل، وفعلا نحن دائما بنكون فخورين بسوري وين ما كان متواجد، وهدفنا الأساسي يمكن ببرنامج صباحنا غير نسلط الضوء على المبدعين السوريين رغم كل الظروف اللي عم يعيشوها وإمكانيات بسيطة عم يعملوا إنجاز كثير مهم، فشكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية، صباح الخير لكل المشاهدين. يسعد صباحك مايسترو.